السلام عليكم اصدقائي صديقاتي اينما كنتم، مرحبا بكم معنا اليوم فلوق جديد وبلاصه جديده في مدينه اكادير. تحيه لكم جميعا من قناه تي في ام حمود. كنقول لكم شكرا لكم بزاف على المتابعه ديالكم لنا. اليوم ان شاء الله كنتواجدوا هنايا بملعب ادرار، من اكبر الملاعب المغربيه اللي كاينه هنا في جهه سوس ماسا درعا. اليوم غادي نحضروا هنايا واحد المباراه ديال الحسنيه اكادير وواتسم. ان شاء الله نتمنوا الافضل لحسنيه اكادير دائما اللي كنشجعوها. حسنيه اكادير دائما غزاله سوس اللي كتمثل الجنوب هنايا وسوس. وتحيه لكم جميعا ان شاء الله، وكنتمنوا ان شاء الله حتى انتم تكونوا كتفرجوا في هذه المباراه اليوم. وتحيه لكم جميعا وشكرا لكم. نخليكم ان شاء الله مع بعض المقتطفات اللي غادي نديروا، وشكرا لكم بزاف. السلام عليكم سي حسين، اشتوك؟ احتراماتي سيدي، مرحبا. صحتك كلشي بخير. مرحبا بك سيدي في قناه تي في ام محمود. كيحضر بودا محمود. غاست هذا سيدي تلعب الحسنيه، انت دميت؟ تزوادزم ان شاء الله. مزيان ان شاء الله الحسنيه، راس نتمنى التوفيق النجاح ان شاء الله. لا ترزم ان شاء الله. ان شاء الله يختي لنا ربي، تحيه لك. يلاه كيحضر بودا. الله يعطيك الخير. اليوم حنا جد فرحانين بوجودنا هنا في ملعب ادرار بهذا الفضاء الواسع. تبارك الله التيران على قدو، لحد الان مازال ما دخلش الجمهور، الجمهور ديال حسنيه اكادير لا الجمهور ديال واتزم. المشكل اللي كاين هو ان الجمهور ديال حسنيه اكادير ما بقاوش باغيين محمد فاخر باش يولي مدرب ديال حسنيه اكادير باش يبقى يترينيها، ولكن المشكل اللي كاين هو انهم مانعين الناس ما يجلسوش في الاماكن. كاينين شي دراري تما في ديك الجهه اللي هي الا كتشوفوها، قالوا لك اسيدي ممنوع باش انك
تجلس حتى يدوز 10 دقائق ولا 12 دقيقه من المباراه. داكشي علاش اضطريت انا والاصدقاء ديالي نجيو هذه البلاصه هذه بلاصه خاويه ومكالميه نستمتعوا بالماتش ونستمتعوا بالجو المريح هنايا رغم ان التيران خاوي وشحال كيكون زوين التيران ملي كيكون عمرو ولكن سي دوماج تيراننا لحد الان خاوي. هادشي اللي كنشوفوا تبارك الله التيران ديال الادرار من اهم التيرانات اللي كاينه هنا في في مدينه اكادير وفي الجنوب كامل. تيران زوين بالمقاعد ديالو بالادويه ديالو باللي غازون اللي فيه بالمسائل ديالو جميع الناس كاينين زعما ناشطين بخير وعلى خير هو هذاك كلشي مزيان في هذه البلاصه هذه. وتحيه لكم جميعا وتنتم كنتمنوا ان شاء الله انكم تكونوا كتستافدوا عفوا كتكونوا كتفرجوا في هذه المباراه ان شاء الله. نتمنوا دائما النجاح والحسنيه اكادير والواتزام ايضا تحيه كنشجعوها ولكن دائما الفريق المفضل هو حسنيه اكادير. وتحيه لجميع الناس اللي كيحبوا حسنيه اكادير واللي كيشجعوها وشكرا لكم بزاف. ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا بعض المقتطفات من الفيديو غنحاول ندير لكم بعض المقتطفات نوريكم شويه هكا شويه يكون فلوق صغير ومن طون نستمتعوا بالوقت. وغادي ندير واحد بث مباشر دابا واحد شويه ملي غتبدا المباراه غندير بث مباشر من القناه ان شاء الله اللي بغى يتفرج مرحبا سوي بيان فينو توجور ميرسي بوكو. نقل واحد المباراه ديال حسنيه اكادير واتزام وكما كنشوفوا الفريق ديال حسنيه اكادير دائما غزالات سوس كيبريني تمايا في الملعب ونتمنوا ليه ان شاء الله الافضل. ولكن كما كنشوفوا تيران خاوي لا من هذه الجهه ولا من هذه الجهه. خمس دقائق قبل بداية المباراة بين حسنية أكادير وبين واتزام وكما كتشوفوا أن التيران باقي لحد الآن خاوي. المهم ربما الجمهور ديال حسنية أكادير ما بغاوش المدرب ديال محمد فاخر وكيطالبوا باش يغادر الفريق ديال حسنية أكادير. داكشي علاش داروا واحد الإضراب تما حيت كنا تما في داك الجاليلي جاو عندنا شي دراري قالوا لنا سيدي راه خصكم تخرجوا حتى 12 دقيقة من المباراة عاد ندخلوا قالوا لك باش على حسب التيران يكون خاوي في الأول. المهم على كل حال هادشي اللي غادي نشوفوا ولكن حنا جينا لهاد البلاصة أخرى جلسنا فيها ترونكي واحد شوية غادي نشوفوا عاوتاني الوقت والقضية كيفاش غادي تكون واش غادي يكون جمهور ولا ما غاديش يكون. كما كتشوفوا التيران راه خاوي. السلام عليكم ايتماتنا امازيغن احران واللي كانين امازيغن احرانين الرخ في اللون التلام غا كيما القاعده القناه حتى اللي بدا تي في محمود غنكون طلب من الرخ تشجع عام تكرم ابوني غصاد مشكات اسم العاب ادرار بكل سن امازيغن انشجعها انشجع عيات الفريق اللي كان تزنوك نسوس خليل حسين هاتي تزرمت دي غياد غيا الفيديو هاويسي الفيديات يمون دي غصاد نفجيج غيد يا الجو يا سلام ديما ديما حسنية خليل حسين ان شاء الله مش كسر نربح غصا 3-0 ان شاء الله 3-0 يغوكان ان خليل حسين 3-0 صافي غنسلم التيران هاي الله النظام يا سلام تبارك الله عليكم ديما ديما حسنية. كما قلت لكم ديجا قبيله راه الجمهور دابا دخل ديال حسنيه اكادير ولكن رغم ذلك الجمهور قليل ماشي بزاف كما كنتوقعوا توقعنا جمهور اكثر ولكن دابا جمهور قليل شويه ولكن ملي هما ما باغينش فاخر فاخر هما ضد ديال فاخر باش ما يبقاش حسنيه اكادير. نقولوا المهم على كل حال المباراه قويه بين حسنيه اكادير وواتزام كنتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع ولكن حنا بغينا شويه حسنيه اكادير كنشجعوها وبغينا تربح ان شاء الله ونتمنى الافضل للجميع وغادي نتفرج ان شاء الله في هذه المباراه ونشوفوا شكون غادي يربح في الاخر وتحيه لكم اجمل. خمس دقائق قبل بداية المباراة بين حسنية أكادير وواتزام باين عليها إن شاء الله غادي تكون مباراة قوية
وهناك دائما فائز يا اما حسني تاكادير ولا واتزم. هما دابا اللاعبين داخلين التيران تبارك الله عليهم، ونتمنى ان شاء الله الافضل للجميع. الله يديكم. Yeah.
كما كتشوفوا الان الماتش سالا بين حسنيه اكادير وفريق واتزم اللي فازت بهذه المباراه هي فريق الواتزمي. تبارك الله عليهم، تحيه لهم جميعا. صراحه كان ماتش زوين شويه، ولكن البيت ما تسجل الا في الدقائق الخمس الاخيره. تبارك الله عليهم جميعا، وكنتمنوا التوفيق للجميع ان شاء الله، وتنتوما كنتمنى لكم ان شاء الله تكون فرجه ممتعه وتحيه رياضيه لجميع الفرق المغربيه والاجنبيه ايضا. وشكرا لكم بزاف، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.